مرحبا، كيفكم؟ نعد فيديو جديد من قناتي من لعبة ماي توم بعنوان طلاق أمي وأبي مثل ما طلبت منها البنية فرح سوي. قبل أن نشبه هذا الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك، صاركم كل شي جديد ويلا نبلش. ما هذا؟ ما الذي تفعلي هنا؟ أو لقد حضرت لك هذا الحذاء؟ هذا؟ لا أريده، أنا مرتدي هذا الحذاء. لا لا، هذا أجمل لك، انظر. لا أريده، أعطني، أنا سأذهب لعملي. لا تريد أن تأكل؟ نعم لا أريد أن أكل. ماذا بك؟ تعال أكل. لا أريد. ماذا بك؟ غريب، ماذا بهذا؟ أوه حسنا، أمي ماذا به أبي؟ لا أعلم. هيا اجلسوا أنتم. أمي أنا جائعة. حسنا تعالوا معي. حسنا هيا تعالوا. أو لا، افعلي أنت لأختك وأكل، أنا ليست جائعة. أمي طعامك ألذذ. لا يا عزيزتي، أنتم أفعلون نفسكما. حسنا، سأشاهد التلفاز قليلا، مللت من الجلوس في المنزل. ما هذا؟ كيف يعمل؟ حسنا، ماذا بها أمي؟ تهتم بأبي كثيرا. نعم، أكثر منا تهتم به. نعم هيا تعالي لنأكل. هيا. أيضا لا لدينا شيء. المفروض أن تذهب للسوق وتجلب لنا، ولكن بس لأبي تجلب له. لا تتكلمين هكذا، هيا كلي أبل. التفاح. لماذا تأخر أحمد؟ ظل بالي عليه. الآن كيف؟ أريد الهاتف. أين الهاتف؟ يا إلهي. نور، نسرين. أي نسرين؟ سيرين، نور. نعم يا أمي. سيرين، أين الهاتف؟ أنه موجود هناك، اجلبيه لي فورا. ماذا يا أمي؟ اذهبي اجلبيه وفقط هذا. هيا اذهبي. حسنا يا أمي. أبي لقد أتيت؟ نعم، ماذا بك؟ أمي لقد ظل بالها عليك. ماذا بهذه المرأة؟ يعني كنت في عملي، أين يعني؟ يا إلهي، أمي لقد أتى أبي. أتى أبيك؟ نعم، هيا نذهب له. مرحبا، لقد أتيت؟ نعم، لقد ظل بالي عليك كثيرا. واصمتي. يع، ماذا بك؟ اصمتي اصمتي أفضل. ماذا بها هذا؟ ذهب ليرتاح، لا أريد أي صوت. لماذا؟ لا تفعلين أي صوت أقول لك، أبوكم سينام الآن، وأنا أيضا سأذهب أنام. وأنتم أيضا ناموا، هل تفهمون؟ هيا. لماذا أتيتي؟ سأنام هنا. يا إلهي، لا تقولين لي ستنامين هنا. نعم سنام هنا، يعني ماذا؟ يريدون أرتدي ملابسي الآن. أرتديهم؟ ما الذي فعله لك؟ أنا سأخرج قليلا الآن أتي. يا إلهي ستنام هنا، أنا لا أريد أن أنام معها. أحسن، سأرتدي ملابسي الآن قبل أن تأتي. لقد ارتديت ملابسي، ارتديت. هيا أنا أنام. إنه نائم، هل أرتدي ملابسي؟ إنها نامت، هل لأذهب إلى غرفة أخرى؟ أبي ما الذي تفعله؟ لماذا لا تنام؟ يا عزيزتي اذهبي نامي عند أمك وأنا سأنام هنا. ماذا؟ نعم. أبي أنا سأنام عند أمي. حسنا هيا اذهبي. حسنا. أبي لماذا لا تريد النوم عندها؟ يا عزيزتي تركيها، إنها كثيرا لا أعرف ماذا بها. حسنا يا أبي. أبي لكن هي تهتم بك كثيرا، لماذا هكذا تفعل معها؟ أنا أكره هذا الاهتمام جدا. حسنا سنام عند أمي. ما هذا؟ ماذا بك يا أمي؟ ما الذي قال لك تنامين بجانبي؟ أبي قال لي نامي عند أمك وأنا سنام عند أختك الصغيرة. ماذا؟ يا إلهي كيف هكذا يقول؟ لا أعلم.
ولماذا قبلت أن تنامين بجانبي؟ هو الذي قال لي اصمتي. أقول لأبي أن يستيقظ؟ بالطبع لا، أفعل له الطعام وأكوي له ملابسه وأحضر له الحذاء وكل شيء، وبعدها استيقظيه. حسنا، هيا تعالي ساعديني في تحضير الطعام. حسنا، هيا سنحضر الطعام، تعالي. هيا يا أمي، هيا حضري معي. أوه لنرى، يا إلهي لا لدينا أي شيء في الثلاجة. تتكلمين جد؟ أنا الذي دخل. اذهبي هي إلى السوق فورا واجلبي لأبيك، أبيك الآن جائع. امبارح لا يوجد أي طعام في الثلاجة، ولا تجلبين لي، والآن أبي وأجلبت له. اصمتي، سنرى. أوه لا لدينا ولا شيء. ما هذا؟ لا لدينا. هيا اذهبي افعلي. ماذا يا أمي؟ اذهبي إلى السوق هيا بسرعة، لا لدينا أي شيء. حسنا أمي، هذا أنا جئت بهذه الملابس بسبب أمي. ما هذا؟ مرحبا، الآن جلست من النوم. اصمت. أريد أن أتسوق. تسوقي، أحد يلزمك؟ اصمت. أمي، أهم شيء لديها أبي. أنا الآن بديتني من الصباح إلى هذا السوبر ماركت الخبيث. أوه تعدي، تعالي نحضر. ما هذا؟ ما الذي يعني سأجلبه؟ أوه كنفليكس، أنا أحبه. وأيضا ما الذي سأجلبه؟ الدجاجة للغداء. أيضا كل شيء سأجلب. حسنا، ما هذا؟ أبي ما الذي يحبه؟ إذا لا أجلب شيئا أبي يحبه أمي تضربني. حسنا هذا. حسنا، أو الحليب. نعم كل شيء سأجلب من هذه. ما هذا؟ كيف؟ أو لو سمحت. ماذا؟ كيف أحرك العربة؟ أو نعم، لماذا الحليب رجع هنا؟ أوه لأن امتلأت العربة. أوه حسنا، إذا حاسبني بسرعة. حسنا، أوه نسيت البيض، انتظر. هيا بسرعة، انتظر، أريد هذا البيض، أهم شيء. حسنا، هيا بليز. حسنا، اصمتي قليلا. كيف أجعلهم في الكيس؟ يعني كيف؟ اصمتي أنتي. أمي لقد أجلبت وتعبت جدا. أوه نعم يا أمي لقد أجلبتهم. أوه حسنا، أوه رائحة السمك. يا لا، أعطني أعطني. أوه الآن أنا أجلب وتصرخين علي. اصمتي. ما هذه رائحة الطعام الشهية؟ أوه مرحبا، صباح الخير. أوه من الذي فعل هذا الطعام؟ أنتي أكيد. نعم يا أبي لا تكذبين، هذا أنا يا عزيزي. أنتي تعدي. ماذا به؟ هيا جلسوا جلسوا لنأكل. سأرتدي ملابسي وأذهب لعملي. انتظر، سأحضرهم لك. أنا سأحضرهم. لا 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 أجلس، أنا سأحضرهم. هذا هو ذوقك؟ نعم. أوه سأذهب له من أجل عملي فقط. أعرف من أجلي، لكن أنت تستحي أن تقول. أستحي، اصمتي ولا سأضربك الآن. ماذا بك؟ اصمتي، سأذهب الآن لعملي. الآن أنا أهتم به وكل شيء ولا يعجبه. أريد أن أعرف ما الذي يريده لكي يرضى عليها كذا. أمي هل تعرفين ما الذي لازم تفعلينه؟ ماذا؟ هل تعرفين أنك لازم؟ هو يكرهك. يكرهني؟ لا يعني أقصده لا يتحملك بسبب اهتمامك له. أصلا يحب الاهتمام، كيف رجل لا يحب الاهتمام؟ كيف يعني؟ قولي لي أنت. لا أعلم يا أمي لا أعلم. أنت اصمتي فقط، هيا نذهب نلعب. هيا. كيف يعني؟ لا أعلم. حسنا الآن صديقتي ستأتي. حسنا حسنا، مرحبا، نورتي منزلنا، تعالي. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. ما هذا؟ لماذا أتيت هكذا وقت؟ قالوا لي اذهب لمنزلك الآن. مرحبا. مرحبا. إنها جميلة. ماذا؟ لا شيء. انظري سأجلب شيئا نشربه وأتي. حسنا. مرحبا. مرحبا، ماذا؟ وهل يمكننا أن نتعرف؟ نتعرف؟ يعني كأصدقاء مجرد. بالطبع عادي. حسنا. أو هاتفي. حسنا حسنا.
ما الذي تفعله بهاتفك؟ الرقم. رقمي؟ نعم، من يعني يحدث معك شيء تتصلين بي، أنا يحدث معي شيء أتصل بك اعتياديا كأصدقاء يعني. بالطبع، نعم نعم، رقمي 07. ما الذي تفعلوه؟ لا نفعل شيء، فقط أتكلم معها. ابتعد، أنت ما تفعليه. لا أفعل شيء. خرجي من منزلي. كنت تأخذ رقمها صح؟ كيف أخذ رقمها؟ اصمتي، كيف يعني أخذه؟ نعم أخذته عنك أصدقاء قلنا. ها؟ أصمت، أنا أصلا من الأول أكرهك. ولماذا؟ تكرهني؟ ولماذا أيضا؟ بسبب اهتماني. اهتمامك؟ نعم نعم، أنا أكره هذه الأشياء، أكرهك. أنا أفعل لك طعام وأكوي لك ملابسك وأحضر لك ملابسك، هذا هو ذوقك؟ إنه بشع. أنت انقلعي من هذا المنزل. ماذا؟ نعم هيا اخرجي. كيف أخرج؟ قول لي، تتكلم جد يعني أنا أخرج؟ نعم تخرجين، هيا أنت طالق طالق طالق. ماذا؟ نعم هيا اذهبي، أنا لا أحبك، أحب صديقتك هذا. ماذا؟ نعم. ماذا بك يا أبي؟ تتكلم جد؟ ماذا تطرد أمي من المنزل؟ أنتم معها أيضا؟ أنا أكرهها. هيا قلت لك طالق، وسنذهب في المحكمة غدا. أول يوم، لماذا غدا؟ لا أريد هذا، لا أريد. هيا أنا أكرهك جدا، هيا سجلس هنا، اذهبي حضري ملابسك وأنا أوديك إلى منزل أهلك. لا أريد هذا. هيا اذهبوا حضروا مع أمكم. حسن يا أبي. وبناتك لا تأخذيهم. لا أهم شيء بناتي. كلا، أنت أيضا لا تهتمين بهم، تهتمين بي فقط. نعم يا إلهي. أمي، أنا قلت لك لا تهتمين به كثيرا، يكره الاهتمام. ولماذا يكرهه؟ كل زوجة تهتم بزوجها، لماذا ليس هو؟ كل الرجال، لماذا هو مختلف عنهم؟ لا يا أمي، ليست كل الرجال. لماذا؟ وأيضا رأيته مع صديقتي في الاستقبال، تكلم معها وأخذ رقمها. ما هذا يعني؟ أنا لها الدرجة رخيصة. لا يا أمي، لا تتكلمين هكذا، قلت لك لا تهتمين به، اهتمي بنا. غلط غلط. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم الفيديو، إذا عجبكم طلعك اشتراك، صنكم كل شي جديد، وباي.